مرحبا أصدقائي، والله وحشتوني كثيرا. المهم كنت أريد أن أقول لكم بصوتي أن الفيديو الفائت كنت قد تكلمت بصوتي ولكن حصل عطب فلم أريد أن أمسحه، لذا الآن سأتكلم بصوتي. قولوا لي في التعليقات إذا تريدون أن أرسم لكم بالعرض البطيء كيف رسمت أعين أشواريا راي، لأن الآن أسرع. هل تريدون أن تعرفون يعني كيف أفعل ذلك أو تريدون فيديوهات كهذه سريعة؟ إذن قولوا لي في التعليقات رأيكم بهذا، ولا تنسوا الإعجاب طبعا بالفيديو والاشتراك بالقناة إذا أعجبتكم طبعا. هذا ما كنت أريد أن أقوله. الأقلام التي استعملتها هنا كالعادة فابرنت كاستل، استعملت 2H والHB والH8B وكذلك الـ2F2H عفوا. سو هذه الأقلام أحبها كثيرا وأستعملها دائما، لذا تابعوا معي. أستعمل دائما تقنية المربعات. سأترك لكم العنوان السيت الذي أضع فيه صوري الذي أريد أن أرجعها بالمربعات إذا أردتم أن تفعلوا مثلي. That's it. So هيا بنا، لا أطول عليكم. Thank you.